إننا هنا اليوم في قدوم الثورة السورية التي دخلت مراحلها المتقدمة، حيث أن هذه القوات قوات سوريا الديمقراطية التي بنيت على أساس حماية هذه الأرض، حماية شعوب المنطقة منذ بداية تأسيسها إلى يومنا هذا، حيث حاربت هذه القوات كافة المجموعات والتنظيمات الإرهابية التي جاءت بأسماء مختلفة. أديش مهم يهبن شقا داعش ممكوش أم خلاصنا بين شقا الموالية تبديش كأم خلاصنا بين شقا أميركي المدى كمن أم خلاصنا بين شقا رزا كمن أم خلاصنا بين إنو أم كردن أم عربين أم سريانينا أم دعوة حقيقة. الاسم والنسبة أحمد المطيران، اسم الأب عباس، اسم الأم عنود، مكان تاريخ الولادة 15/1/1997، مكان وتاريخ الانتصاب 11/1/2022.